تحت شعار بثقافة المرأة الحياة الحرية سنجسد فن الثورة، نظمت هيئة الثقافة والفن بإقليم الجزيرة مهرجان أدب وفن المرأة بنسخته الثامنة في مدينة قامشلي شمال وشرق سوريا بمشاركة واسعة لنساء المنطقة. وفي بداية شهر آذار مارس من كل عام تنظم هيئة الثقافة والفن بإقليم الجزيرة والهلال الذهبي وديوان الأدب لشمال وشرق سوريا المهرجان بهدف دعم وتمكين وتطوير المرأة في مجال الفن ونشر أعمالهن. هو المهرجان منقسم لقسمين، الأدبيات والفنية. الأدبيات بتضمن المقالات والقصص القصيرة والشعر باللغة السريانية والعربية والكردية، والفنية بتضمن الفرق الموسيقية والدبكات والمسرح والأعمال اليدوية والرسومات اللوحات الفنية. طبعا هالسنة بسبب الزلزال اللي صار اضطرينا لنلغي المجال الدبكات والفنية الموسيقية، فقط أعطينا الأهمية للأعمال اليدوية والرسومات والأدبيات. طبعا هالسنة أعطينا أهمية كمان لدور المرأة بصفوف القوات الدفاع، يعني اليابهجة والقوات سوريا الديمقراطية. عرضنا لوحاتهم بمعرض الرسم. طبعا بالنهاية يعني نحن كهدفنا كإقامة هذا المهرجان سنويا هو لدعم وتطوير فن المرأة بقسم الفني والأدبي، ونعطيهم الأهمية بالمجتمع كمان، هو كمجتمع يعرف أنه في المرأة تقدر تعمل كل شيء. وبمشاركة 95 امرأة في المهرجان قدمنا عروضاً أدبية وأعمالاً يدوية ورسوماً تشكيلية وأعمال مسرح وسينما، حيث تم التركيز على الأعمال اليدوية واللوحات التشكيلية في القسم الفني في المهرجان. مشاركة مهرجان أدب وفن المرأة، هي 8 سنين عم شارك بهالمهرجان. كل سنة نستنى بحماس مهرجان الأدب وفن المرأة، مشاركة بأعمال اليدوية. بصراحة الأعمال اليدوية شيء كل مرأة تتمنى أنه تشتغل بالأعمال اليدوية، وبعيد بـ8 أدار عيد المرأة بعيد كل امرأة مناضلة، امرأة حرة، بعيدهم كلهم. المهرجان ينقسم إلى فئتين، فئة الأدبيات والفنيات، لكنه اقتصر في نسخته الثامنة بالأدبيات كالشعر والقصة القصيرة باللغة العربية والسريانية والكردية، وتم إلغاء الفئة الفنية والتي تتضمن الفرق الموسيقية للتضامن مع ضحايا زلزال السادس من شباط المنصرم. مشاركة بهالمعرض أنا وكم بنت معي، شاركنا أكثر من مرة بهالمعرض، معرض كتير حلو، الناس بتجي تتفرج على أعمال وعلى الشغلات، وطبعاً معرض عن معرض بيفترق إنه كل سنة بنطالع شغلات جديدة وفكر جديدة، هيك العالم تنبسط فيها، ولما العالم كمان تتفرج على هالأعمال بينبسطوا وبيعطونا الدعم لنستمر بهالشغلات. ومشان عم احكي على البنات اللي مثلي كمان، انه بعمري انا بهيك عمر صغير عم اشتغل هالشغله وتابعت هوايتي ووصلت الحمد لله المراتب، وبتمنى انه انتم كمان اي هوايه ببالكم تحققوها وتسعوا وراها. كما عبر القائمون على المهرجان بالإضافة إلى المشاركات عن تضامنهم مع ضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، حيث عرضت صور خاصة عن الكارثة التي أدت إلى فقدان الآلاف لأرواحهم. وفي نسخته الثامنة شهد المهرجان هذا العام إقبالاً واسعاً من الشابات والفتيات اللواتي أكدن أن المهرجان هو فرصة لعرض مواهبهن وإيصال أصواتهن، وفي ختامه وزعت جوائز على الفائزات اللواتي شاركن ضمن المهرجان.